أكيد أهلا وسهلا فيك في البرايفت ماجازين. كنت مرشح على الانتخابات النيابية، نعم. شو اللي أخذته من هالتجربة؟ شو اللي تعلمته من هالتجربة؟ أول شيء بتشكرك، بتشكر حضورك وبتشرف بإجراء المقابلة معك. أنت أستاذة ذو باع وتاريخ طويل في عالم الصحافة. خلينا إياك مثلا الشغلة الثانية، التجربة أو خوض التجربة بالترشح على الانتخابات النيابية هي شغلة ما حدا بيشعر فيها إلا اللي بيجربها وبيخوضها. ممكن يكون الشخص اشتغل انتخابات أو بمكانات انتخابية أو عايش لحظات الفرح أو الحزن بالانتخابات النيابية، ولكن أن يغوص الشخص أنه يكون هو مرشح، فهيدي كتير الإنسان بيتعلم منها وبياخد منها عبر. أول شي بتحسي بوجع مجتمعك وبيئتك، بتحسي بمكامن الغلط وبتلمسيهم، وبتكوني رؤيتك واضحة لما يجب عليك أن تفعليه في سبيل نهضة المجتمع اللبناني، لأنه يمكن المنطقة بتتغير، الدائرة الانتخابية بتتغير، ولكن الوجع واحد من الشمال وأقصى الشمال إلى الجنوب وأقصى الجنوب. ولكن بيبقى عندي شغلة كتير مهمة واللي لازم ينشغل عليها هو الوعي. مجتمعنا بحاجة لمزيد مزيد من الوعي، وهيدا أملنا بالأجيال يلي هلأ إن شاء الله هيك بلش يبزغ فجر فهمه وعلمه وحضوره بالمجتمع، وإن شاء الله تحمل الراية بمنطق وبوعي لننهض بالبلد سوا. بتعيد التجربة بمتر؟ طبعا التجربة الانتخابية تعاد، لأنه بيروت تستحق الأفضل، خاصة أفضل ممن يمثلها اليوم. تنخزلي ببعض المحلات وبتفرحي ببعض المحلات، يمكن بتصير تميزي أكثر بين الصديق الوفي وبين صديق المصلحة، بين صديق المادي وصديق المحبة. هيدول ما فيك تكشفيهم أو تلمسيهم إلا ما يعني تخوضي تجربة الانتخابات النيابية. نعم، يعني مستقبلا منشوفك منخرط من أول وجديد. أنا بنخرط من أول وجديد، ولكن قراري رهن بمزيد من الوعي المجتمعي طبعا. نعم متر محمد إشهاب، يا ريت هيك كمان إذا بدنا نعمل تاز وسنتاز للوضع الحالي. هل ما قبل موت الرئيس الإيراني الرئيسي نعم، مثل ما بعده وانعكاساته على المنطقة ككل؟ بحال كانت وفاة الرئيس الإيراني ناجمة عن ارتطام أو خطأ فني، فهذا الأمر قضاء وقدر. أنا ما بعتقد حيكون ما قبل وفاة أو استشهاد أو اغتيال أو موت الرئيس الإيراني حيكون مثل ما بعد. أولا أنا شخصيا بحل الموضوع، وفاة الرئيس الإيراني هو صراع أجنحة داخل إيران. نعم في عنا معركة المرشد الأعلى على البواب بدها تنفتح قريبا، الله يطول بعمر الجميع. وبالتالي بعتقد أن الرئيس الإيراني كان من أهم المرشحين لخلافته بهذا المنصب. ممكن يكون في أجنحة دينية أخرى أو سياسية أخرى يعني لا ترضى بهذا الواقع، وبالتالي خلاصة الموضوع انه الرئيس رئيسي كان ممكن يشكل علامة فارقة بالسياسة الإيرانية لو تسنى له يبقى على قيد الحياة ويوصل لمنصب آخر. نعم، طب شو الانعكاسات برأيك بعد موت الرئيس الإيراني على لبنان تحديدا؟ وهل من انعكاسات مهمة؟ حاليا بالمرحلة الحالية لا يوجد أي انعكاس. أصلا إذا بده يكون في انعكاس على الساحة اللبنانية تكون يعني بيكون مصدرها مباشرة المرشد الأعلى وليس رئيس الجمهورية الإيرانية. يعني نعم بالزمانات مر رؤساء يعني زاروا لبنان على أيام دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأحلى العلاقات، ومثل ما بيقولوا يعني كنا على ود ووئام،
ولكن طبعا لم تترجم بالسياسة السياسة الحقيقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمباشر وعلى أرض الواقع بوقتها، لأنه القرار قرار شخص، وهذا الشخص هو المرشد الأعلى. نعم، هذه كلمة أخيرة تود توجيهها لأهلك وناسك في بيروت، وماذا تقول لهم في هذه الظروف التي يمر بها البلد؟ بقول لهم اصبروا، الفرج قريب، تفائلوا بالخير، تفائلوا بالأمل. بيروت ما ماتت، قلبت 7 مرات ورجعت أحلى مما كانت، وأبناء بيروت كذلك الأمر، مهما جار عليهم الزمان سوف يعودوا كما كانوا. هن قلب الوطن، وأبناء بيروت هن مثل ما بيقولوا المحرك الأساس لأي نهضة للبنان، وإلا لا نهضة من دونه. 100%. ماتر محمد شهاب، شكرا على هذا اللقاء، وعلى أمل أن نصل إلى لبنان كما عهدنا. بشكرك وممنونك ويعطيك ألف عافية. شكرا.